عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا مع الصحيحه؟ مزيان، نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله وصحه جيده. اليوم جيناكم فيديو جديد على قناه اثواب حرير دبي. فيديو ان شاء الله باذن الله غادي نختصوه التويب ديال البروكر. هذا كيجي مزيون التويب ديالو، في نفس الوقت كيجي نازل. اخوات طلبوني مازال نوريكم التويبات هكا ديال التويبات ديال القفيطنات حطاريين. دابا ان شاء الله باذن الله غايجيو هكا ان شاء الله. كاين اللي تيخيط لوليداتهم على بكري وكيصلح لكل شيء، الناس الكبار والناس الصغار كل شيء يلبس. كيجيو هذا التويب ديالو كيجي نازل مطلوق، وبالنسبه للمتراج فيهم 3 متر على متر ونص. واللي تيبغي هكا بالمتراج شحال ما بغيت نعطيكم في المتراج ديالو نعطيوه ليكم. عندنا بالمتر التويب ديالو كيجي كيف قلت لكم كيف السابق، كيجي التويب ديالو نازل. كاين هاد اللوين هذا الكرونا، كرونا بوردو، اللوين ديالو مزيون حتى هو. كاين كذلك هاد اللوين هذا، اللوين ديالو النوار سيد الالوان. كاين اللي تيبغي قفطنا كحطاري في الكحل كيجي مزيون. ومن ناحيه الثوب شي حويجه كاليتي، شي حويجه زوينه، وما تخافوش هاد السقل لانه يطير ولا شي حاجه، كيبقى الثوب ديالو زوين ما كيوقع له حتى حاجه. وكيف ما عودناكم كنعطيكم الثوبات الكاليتي الممتازه. كاين كذلك هذا اللوين هذا الغوز بيبي، غوز مفتوح بال. كاين اللي تيعشق هكا اللوينات مفتوحين كيجيو مزيونين. وبالنسبه لهذا الشكل كيف قلت لكم كيصلح الناس الكبار وكيصلح للصغار. دابا بالمناسبه ان شاء الله باذن الله ديال العواشر كنجيبوها كتوبات بالمتر. كاين اللي تيبغي يديها هكا لوليداتو تيخيط على تيساع، كيتخيط لهم هكا كسيوات اولا قفيطنات اولا لبيسات، كيخيط لهم على تيساع كنجيبوها كتويبات. باش اللي بغى المتراج اي متراج بغى شي واحد شي حاجه كنعطيوها ليه. ومن ناحيه لاكاليتي كتديو شي حويجه جوده. كاين كذلك هذا اللوين هذا البلو مارين، بلو مارين فونسي. وبالنسبه لك كيف قلت لكم هذا ماشي من داك النوع ديال البروكر اللي كيتشك، الثوب ديالو شي حويجه زوينه، الظهر ديالو هكا كيجي سامبل والوجه ديالو بريو، والثوب ديالو كيجي نازل ما كيجيش واقف اللبس ديالو، وماشي داك النوع اللي كيتكمش اولا، كيجي مطلوق نازل الثوب ديالو. كاين كذلك هاد اللوين هذا الدوغي او ما يسمى الباج، جاي دوغي دوغي كارتي، هذا جاي اللوين ديالو بارد. ومن ناحيه الثقل لي شي حويجه كيف قلت لكم في السابق ما كيطيرش، الثوب ديالو كيبقى مزيان. الثوب ديالو كيصلح قفيطن او كيصلح لبسه، اولا بغيتي ديري حتى من تحت اللبسه كديريه. كاين كذلك هذا اللوين هذا الغوز كاشيري، حتى هو اللوين ديالو مفتوح. وكيف ما عودناكم عند اثواب حرير دبي كنجيبوا البضاعه الممتازه باش كنكسبوا الكليان، ما كيهمناش الربح الحمد لله قد ما كيهمنا الثقه ديال الكليان. وكاين كذلك هذا اللوين هذا لو جون بوسان، وين ديالو مفتوح. كاين اللي تيبغي اللوينات حطارين يكونوا اللوينات مفتوحين حتى هما كيجيو مزيونين. الصفيفر بارد فيه. وكاين كذلك هذا اللوين هذا الزيتي خضر ملكي.
ما شفتو بالنسبه لهاد التشكيله ديال هاد البروكار. هذا بروكار سيعطرو الياقوت. شوف ديالو كيف قلت لكم السابق كيجي نازل ما كيجيش واقف في اللبس ديالو. وشوف ديالو كيف قلت لكم كيجي نازل. من ناحيه الكاليتي كنعطيكم دائما الجوده على حسابي. صبني هما كيطرش منه السقلي، ماشي داك النوع ديال البروكر اللي تيطير منه السقلي في اللبس ديالو كيطير منه السقلي، هذا ما كيطيرش. الثوب ديالو كيدي على حسابي بالجوده، والحمد لله كيف ما كيف قلت لكم في السابق كنكسبوا كليان بالجوده اللي كنجيبوها ديال الثوبات دائما. الثوب ديالو ديال الامارات. كاين التقليد ديالو في شركات وحدة اخرين دارو الثوب ديالو الدوزيام، الثوب ديالو غير كتصبنيه كيطير. من ناحيه الكاليتي ديال هذا انا عندي مجربه، الثوب ديالو كيبقى مزيون. انا درتو قفيطن هكا كنلبسو، الثوب ديالو الله يعمرها سلعه كيجي نازل ما كيوقعلو حتى شي حاجه الحمد لله. المهم البنات ما تنساوش تابوناو عندي، اللي اول نوبه تفرج في الفيديو يتابونا عندي مرحبا به. وبالنسبه للانستغرام دائما تنخلي لكم في صندوق الوصف هي والنمره التليفون. اي واحد اي شي واحد بغى شي واحد شي حاجه ماشي مشكل يتصل بيا نعتلو المحل. راني صورت لكم هاد النوبه الكارت فيزيت هكا في التويبات باش تشوفوا العنوان. واللي ما عرفش فين كاين المحل ماشي مشكل يتصل بيا نوريه المحل فين كاين بالضبط. ومرحبا بكم والف مرحبا في المحل ديالنا ان شاء الله باذن الله. واللي مازال ما تابوناش عندنا يتابونا عندنا وبارطاجي القناه باش ان شاء الله تكبر. وحنا ان شاء الله باذن الله دائما معاكم، اي حاجه بغيتي نوريها لكم في المحل ما عندناش مشكل. وإلى فيديو قادم إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.